قلائل يسقط هذا الصنم. جمعة جديدة ترفع من صخب الأحداث في اليمن، فالمعارضة التي ترى أنها وصلت إلى طريق مسدود لإيجاد حل توافقي مع النظام دعت إلى أسبوع حسم ينتهي بسقوط علي عبد الله صالح، لكنه وكما كل جمعة حشد أنصاره لمواجهة حشود المعارضة الغاضبة، هدد وتوعد لكنه ترك الباب مواربا. كفاكم أيها اللقاء المشترك وحلفائك، كفاكم اللعب بالنار. سيكون شعبنا مضطر، سيكون شعبنا مضطر في كل القرى والعزل والأحياء وإلى جانبهم المؤسسة العسكرية البطلة ألا يبقوا مكشوفين الأيدي. ندعوكم مرة أخرى، ندعوكم مرة أخرى إلى الحوار، إلى الحوار البنا وتحت أي مظلة وفي أي مكان. وما بين النظام والمعارضة تراوح المبادرة الخليجية بحثا عن يد تتلقفها. قطر أعلنت انسحابها من المبادرة جراء ما قالت إنه مماطلة وتأخير في التوقيع عليها واستمرار المواجهات التي تتنافى معها. اللافت هنا أن انسحاب قطر من المبادرة الخليجية قُبل بترحيب من طرفي الأزمة في اليمن، فالمعارضة رأت فيه موقفا داعما للثورة اليمنية، كون المبادرة برأيهم تعين صالح على كسب الوقت وبث الفرقة بينهم، بينما رحب النظام بالخطوة متهما الدوحة بالتآمر ضده. يأتي هذا وسط أنباء عن زيارة مرتقبة من الأمين العام لمجلس التعاون لصنعاء في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خطوة لا يرى فيها كثيرون أملا ما بعد أن رفعت المعارضة من وتيرتها الاحتجاجية. فخطط الزحف نحو مقار النظام باتت واقعا على الأرض، واقع أسقط عددا من القتلى والجرحى، لكن ذلك فيما يبدو لن يثني الثوار عن مواصلة طريقهم.